عارف يا صديقي، لو انت لسه سنجل وعازف فاحمد ربنا، عشان النهارده جبت لك اغرب عادات الزواج اللي بتحصل في العالم. وانت لو اتجوزت خلاص برضو احمد ربنا، عشان لو شفت العادات والتقاليد دي عمرك ما كنت هتتجوز اساسا. بس قبل ما نحكي مع بعض، ما تنساش الاول تعمل لايك عشان خاطر اعرف ان انت اتفرجت على الفيديو، واعملها شير لكل السناجل وكل المتجوزين. توكلنا على الله. كوريا الجنوبية يا صديقي، خلاص اتجوزنا وعملنا الفرح وهيصنا وزبطنا وجبنا بي تي اس احية الفرح وزطنا، والعريس اترفع واتعمل معاه الواجب. خلاص كده هاتولي العريس بقى اللي هو الجاز بقى ابن اللذينة ده. يمسكوا العريس ويكتفوه من رجليه ويمدوه بخرزانة. كمان بقى مين اللي بيمدوا بالخرزانة دي؟ صحابه. ولازم الخرزانة تلسع في رجليه. هما بيعملوا كده يا صديقي العزيز عشان خاطر يتأكدوا ان الراجل دوت يقدر يصلح انه يتحمل الحياة مع العروسة. فكل ما الخرزانة توجع اكتر يتحمل اكتر. اتحمل بقى يا برنس. ها انت بقى متجوز حد مدك على رجلك قبل كده؟ احمد ربنا. في كينيا عندهم عادة هناك في قبيلة من القبائل هي البصق على العروسة. يا جدعان ايه القرف اللي عمال بيحصل ده؟ زي ما بقولك كده بالظبط، بس مش العريس هو اللي بيبصق، الاب هو اللي بيبصق. دي ثقافة عند المساي في كينيا، بيقولوا ان البصق ده يرمز الى الحظ السعيد. انا مش عارف ازاي بس هم. طبعا يا صديقي احنا ملناش دعوة بالكلام ده خالص. في المانيا بقى بعد ما يعملوا الفرح ويتعشوا ويخلصوا العشاء بتاعهم، يمسكوا الاطباق ويكسروها بتقليد اسمه بولترابند. بولترابند ده بقى المفروض ان هم بقى كل واحد يتعشى بقى في طبق يمسكوه يدغدغوه على الارض. اهل العريس واهل العروسه، اصحاب العريس واصحاب العروسه، يلا يا جدعان دغدغوا مفيش مشاكل دغدغوا. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان هو بيطلب من العريس والعروسه ان هم يلموا كل اللي اتكسر على الارض. يلا يا عريس يلا يا عروسه لموا المتكسر ده عشان يثبت لهم قدام الناس ان هم هيشتغلوا مع بعض، وبالطريقه دي يتغلبوا على تحديات الحياه. طب ما كنتوا خليتوهم يخسروا لكم بغياراتكم كمان احسن، وهم كمان يتعودوا على القرف اللي هم هيشوفوه في الحياه. ليه كده يا المانيا؟ ما تستغربش اصلا، بلد فيها عجل وصمويل، هتشوف منها ايه يعني؟ في الصين بقى مطلوب قبل الجواز بشهر العروسه تقعد تعيط لمده ساعه كل يوم، كورس كده زي المضاد الحيوي، تيجي بعدها ب10 ايام امها تشاركها العياط. فبدل ما واحدة بقى تعيط في البيت، اتنين بقوا بيعيطوا في البيت. بعدها ب10 ايام التانيين تيجي الجدة تشاركهم هما الاتنين. يبقى بدل ما واحدة كانت عمالة بتعيط يبقوا تلاتة لحد ما يخلص الشهر. يلا نتجمع ساعة العياط، اشتغلت اهي دلوقتي. خلاص كفاية كده. الطقس ده في الصين اسمه زو تانج. يا جدعان دي العروسة هتتجوز مش هتتحنط والله، ليه العياط ده كله؟ عشان خاطر أسطورة المفروض إن في أميرة كانت عمالة بتتعيط قبل ما تتجوز، يعني ده حاجة كده خبص عندهم، ولا مش خبص إحنا مالنا؟ في ماليزيا وإندونيسيا بقى، اسمع بقى يا صديقي، قبائل اسمها تي دونج، تي دونج دول بقى بيعملوا إيه؟ بيجيبوا العريس والعروسة بيحبسوهم لمدة 10 أيام عندهم في البيت، بيتكوا بقى مقفول عليكم ما تخرجوش منه خالص. حلو ده، إيه المشكلة يعني؟ أقعد على الكنبة وأقعد أزقز وزي الفل. اتفرج على التلفزيون وقعد احول انا وهي بقى بمزاجنا، ده حلو خالص. هو مش حلو يا صديقي، لان الوحش جاي. الوحش بقى انهم بيقعدوا 3 ايام ما يخشوش الحمام. انت شكلك كده بتهزر يا هارون. صديقي النجم انا جاي اهرج معاك، يعني انا قاتل نفسي مصادر وعمال اقرا حاجات قد كده كتير عشان خاطر اهرج معاك؟ طب ما عادي يا هارون عادي، ايه المشكله؟ احنا مقفول علينا الباب وناكل ونشرب ونعمل اللي احنا عايزينه ونخش الحمام ومحدش هيعرف حاجه برضه. ما هو مش كده يا صديقي بالظبط، يعني بتبقى في حراسه مشدده على الموضوع ده. مش فاهمك؟ حراسه مشدده على الموضوع ده اللي هو ازاي يعني؟ معلش انا مش عارف افهم لك، والله مش عارف افهم لك ازاي. في حد بيخش جوه بيتاكد اذا كان السافون اتشد ولا لا. هم بيقولوا ان دخول الحمام او الخروج بره البيت نظير شؤم، فتتشأموا على نفسكم احسن. ونظير الشؤم دوت بقى داخل في حاجات كتير، احنا بقى عموما ملناش دعوه يا جدعان. احنا الحمد لله رب العالمين، اللي اتجوز اتجوز واللي لسه سنجل اهو، يعني لو بيفكر متهيألي بعد ما اشوف الفيديو دوت متهيألي هيتدروش شويه وكده. مالها بنت بلدك؟ اتجوز بنت بلدك، ولا هتمدك على رجليك ولا هتكسروا اطباق ولا هتعملوا اي حاجه. احنا بنحوش الاطباق وبنحطها في النيش عادي مفيش مشاكل، ما بنستخدمهاش، هي بتكون كده ديكور موجود عندنا كده. بقى حاجه يا صديقي، في رمز زي الرمز دوت انا حطيته في الفيديو، يا ريت لو سمحت من فضلك تاخد الرمز دوت تقول لي في الدقيقه كام، وبعد كده اهو تبعتها لي على الانستجرام او على الماسنجر بتاع الصفحه. وكده كده روح تحوش لك بقى طبق او حوش لك كوبايه او
كده عشان خاطر تتجوز، ده لو عايز تتجوز عايز تتجوزي في الاخر هتجيبوا النيش تخلوه زي ما هو او تكسروا الاطباق فوق دماغ بعض عادي جدا زي ما نشوف يعني عادي مفيش مشاكل. ايه العادي؟ حد هيقول لمراتي على الفيديو ده ولا ايه؟ هتقول مش هتقول صح؟ انا عارف والله انت محترم، انتوا محترمين. يلا هطلع بقى، سلام.